أول رد من المعارضة على تهديدات الحكومة لها بتحريك إجراءات قانونية في مواجهتها بتهم من بينها تعريض أمن البلاد للخطر، حيث كشفت مريم المهدي نائبة رئيس حزب الأمة المعارضة أن تجمع الحرية والتغيير مشغول حاليا بإعداد ترتيبات الفترة الانتقالية والتواصل مع الخارج لشرح أهداف الحراك. نحن الآن ماضون إلى التوافق التفصيلي حول ميثاق يفصل الفترة الانتقالية وواجباتها ومهامها وغيرها من الأشياء المهمة، وأيضا ماضون في نشاطنا خارج السودان عبر فروعنا والوجود السوداني الكبير في خارج السودان لشرح هذه الثورة السلمية. وغداة إعلان الداخلية السودانية عن تسجيل أول حالة قتل في حق منسوبيها منذ بدء الاحتجاجات، قالت الشرطة إن الأوضاع هادئة بصورة عامة بالبلاد وأنها فرقت تظاهرة واحدة وفقا للقانون يوم الجمعة. عام الهدوء التام كل ولايات السودان فيها العاصمة، هنالك تجمع وحيد وتم تفريغه وفقا للقانون، وهو محدود العدد وتجمع غير مشروع في مصر. ويرى مراقبون أن حالة الاستقطاب السياسي خاصة في صفوف المعارضة باتت تزداد يوما بعد يوم على الرغم من الانحسار النسبي لأعداد المشاركين في الاحتجاجات. من الواضح أنه خلال الأسبوع الماضي انحسرت التظاهرات على مستوى الشارع وعلى مستوى المتظاهرين في الأفراد، ولكن هذه التظاهرات كسبت رصيدا معنويا جديدا من خلال تجمع المهنيين السودانيين ودخول جماعات جديدة في جسم هذا التجمع. وأعلن تجمع نقابات المهنيين وحلفائه أنهم يرتبون لتسيير تظاهرة بالخرطوم ظهر الخميس المقبل بمشاركة قادة قوى الحرية والتغيير إضافة لرموز دينية ومجتمعية. الحكومة تهدد بتحريك إجراءات قانونية في مواجهة معارضين، بينما تتوعد المعارضة الحكومة بإنزال قادتها في تظاهرات منتظرة، حالة يبقى معها الشارع السوداني مفتوحا أمام عدة سيناريوهات. محي الدين جبريل، قناة الغد، الخرطوم.